السلام عليكم يا اخوان. جماعة انا اول حاجة ما زول سياسة زول علم بس وضيف ذاته ما قاعد في جامعة الخرطوم، جيت مع صاحبي عشان اشوف الحاصل. يعني ما تشوف شعري والكتاب بتاع حميد ده تقول انا شوية يا اخوان، وانا ما اتكلم في السياسة ذاته ده، اتكلم في العلم بس. طيب ده نبدأ بالنقطة بتاعت العلم وما العلم يا اخواننا. في واحد من الشيوخ قال انه في علوم يعني بتبعدك عن الاسلام وكده، وقالوا هم قروا الكتب دي كلها، قروا الماركسية وقروا البيان الشيوعي وقروا كل الكتب دي. فانا من هنا معلش يا اخواننا انا ما ركان عشان كده ما بعرف الحاجة. طيب يا اخواننا، الشيوخ قالوا انه الناس يقروا العلم، قالوا انه في علوم شريره بتبعدك عن الاسلام وكذا، وقالوا هم قروا اي حاجه. طيب ليه يا اخواننا نحن ما كلنا يعني ما علوم شريره حرفيا، لكن انا مع الكلام انه في علوم بتبعدك عن الدين. المهم انه المفروض نحن كلنا يعني بس ما نعتمد على كلام بنسمعه، كلنا برضه نمشي نقرا العلوم دي وعشان يعني نعرف الاسلام الصح ونعرف الكفر الصح. يعني كلنا نمشي نقرا الحاجات دي، يعني ما انت تسمع ساي امشي اقرا اي حاجه صح. انا سمعت فكر السلفيين كله، لكن جاتني وجهه نظر عن الفكر الماركسي انه بيكفرني. يعني انا برضو امشي اقرا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلب العلم ولو في الصين. انا اقرا اي حاجه، اقرا اي حاجه بعدين اشغل عقلي اعرف الصح من الغلط، وفي حاجات ما متناقضه يعني. طيب عندي سؤال ثاني، عندي سؤال للشيخ. الحاجة الهسي أنا فهمتها إنه الأحزاب والحرية والتغيير دي مودية البلد على إنها تبقى بلد علمانية. السؤال موجه للجماعة السلفية إنه الخطوات اللي هتعملها في الموضوع ده شنو؟ يعني حاسس هتكون شغالة منابر والبلد هتتقلب كفار وهتتقلب بنات حيمات عريانات، ولا هنعمل شنو يعني؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه إنه نحن لو شفنا منكر نحاول نغيره يعني. طيب تاني انا عندي وجهه نظر قبل قريبه لوجهه النظر بتاعت الاخو قال ماشي شغال ده. يعني السلفيين والله طيب بدل ان احنا نقعد نهاجم في الحاجات اللي احنا اصلا عارفينها كفر، دي ما حاجه مفروغ منها. يعني احنا عارفين انه الشيوعيه دي زي ما قال لكم اسم الكتاب انه قال والله ما في وملحدين. طيب ليه نحن نقعد نهاجم في حاجه اصلا دي مسلمات؟ يعني ما نمشي نشوف الجماعات الدينيه السنه الصوفيه كده، نحاول يعني الاسلام ده نطلعه للناس، يعني مثلا زي طلاب الجامعه نطلعه لهم بصوره حاجه واحده كده، عشان كل اصلا طبيعه الانسان وفطرته انه يمشي للاسلام. يعني فالاسلام لما انا اجي القاه مقسم قدامي انصار سنه وصوفيه وسلفيه، يعني ما عارف انا حامشي حاخش يا طائفه حعمل شنو؟ وكل ناس ما دا اقول محرفين، لكن كل ناس متفقين في حاجات ومختلفين في حاجات. فالاسلام ده ما نزل واحد، يعني انا ما اعرف ليه انتم بتقسموا في الدين. اخر حاجه بس. طيب بالنسبه اول واحد من الشيوخ الاوائل ديل اتكلم عن الانفجار العظيم وانه الحاجه دي ما حصلت. طيب وقال انه بتتناقض مع الدين. طيب يا اخواننا الحاجه دي انا حاليا انا هسي معي كتاب لكاتب اسمه عمرو هشام، الكاتب ده مسلم. قال انه يا جماعه عشان انا جديد في الحاجات دي في دلعوبي كده ولا شنو يعني؟ طيب يا اخوانا الكتاب ده بيقول شنو؟ بيقول انه ما الاسلام ما بتعارض مع نظريه الانفجار العظيم. ربنا خلق الكون، لكن احنا ما عارف انه خلق الكون كيف، صح ولا ما صح؟ العالم المسلم ده قال انه ربنا خلق الكون، لكن احنا ما عارفين خلقه كيف. العلماء درسوا الكون اللي يقولوا انه الكون ده ماشي يتمدد، يعني المسافه بتاعت المجرات دي ماشي تتباعد والكواكب بتتباعد وكده. فالمهم عملوا نظرياتهم حاجاتهم انا ما بعرفها، المهم اثبتوا انه يعني الكون ده في النهايه كان حاجه صغيره وكبرت. طيب نحن ليه نقول الحاجه دي بتعارض انه ربنا خلق الكون؟ صح ربنا خلق الكون،
صح ربنا خلق الكون، لكن احنا ما عارف انه خلقه كيف، احتمال خلقه بالانفجار العظيم ده ذاته، والله ما صح يا اخواننا، احتمال ربنا عمل العالم ده بيقول انه يعني الانفجار العظيم ده اتخلق في ظروف مثلا بتاع الذرات وحاجات، انا ما افهم في العلوم دي، لكن ذرات وحاجات وكده، المهم فجأة كده انفجر وتكون الكون، احتمال ده قدرة ربنا ذاته، قال له كون انفجر وبقى الكون. الدليل شنو؟ انه الكون ده ما تكون بالانفجار العظيم، نحن عارفين انه ربنا خلق الكون لكن كيف ما معروف. السلام عليكم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. زول ده قال نقاط ونحن هنمشي بترتيبه هو لحد يعني آخر نقطة إن شاء الله. طيب قال الزول ده بيدعو للعلم وكده ونازل بيقولوا في علوم شريرة، ودي طبعا يعني التعبير ده ذاته يعني شنو؟ طيب يعني انه قصده يا اخواننا، وطبعا بيكون قصده يعني القصد بتاعه انه في علوم بتضر بالدين، وصح في علوم يا اخواننا ما تقراها، وليس كل علم يقرا في من العلوم، في علوم. شوف يا اخواننا، شوف الاسلام ده عظيم كيف، الاسلام جاء باصول بيعرفوها الناس دي كلها، اسم الكليات الخمس، صح ولا ما صح؟ في منها المحافظة على شنو؟ العقل، بيقول لك ما تشرب خمر، والزول أي زول عاقل حصل زول يا أخواننا نيوتن، إسحاق نيوتن مثلا، أو بتاع الود الجبال ذاك اسمه منه مونتوسكي ولا غيره، هل في واحد فيهم كان شرب خمر؟ أو الغالب فيهم يعني الغالب فيهم منهم شربت خمور؟ ما في، لأنه دي حاجة بتضر بالعقل. كذلك في علوم بتضر بالعقل، زي السحر السحر ده بضرب عقلك كويس، زي العلوم بتاعت الفلسفة دي احنا ما استفدنا منها حاجة، دي علوم ضارة ما استفدنا منها اي شيء، عرفتها؟ يعني الليلة انت اكبر ناس او اكتر ناس جابوا الشغل بتاع الفلسفة ديل، الناس ناس افلاطون وناس المدينة الفاضلة والجماعة ديل والى اخر، الناس اللي انت لو شفت فكرهم عامل كيف انت بتتحير، بيقول لك المرأة مثلا في رؤيتهم عن المرأة، بيقول لك المرأة كائن تركته الخليقة في السلم الأسفل للخليقة، عرفتها؟ يعني أنت لما تقسم الخليقة إلى فقاريات ولا فقاريات ولا فقاريات إلى ديدان مفلطحة وما أعرف ليك فيروسات وشنو كده، تحت الفيروسات بيخطوا المرأة ديل الفلاسفة. هسه أنا أقرأ الموضوع ده أستفيد منه شو؟ هسه بيتعرس ليك فيروس أنت، عرفتها؟ فكلام فارغ ساكت. إذا أنا ما أنت وانت ما انا، اذا انا وانت ما انا، عرفتها؟ يا اخي احنا بقرونا لا، والله بقرونا لا في الجامعات، يقول لك اذا كان الف وباء نظام مستقر مع جيم، اذا الف وباء نظام مستقر، اذا دار له نغاش، اذا كانت ديك وديك ليمونه مع الليمونه ديك، اذا دي ودي برضو ليمونه، اذا شنو ده يعني؟ عشان كده ما اي حاجه بتقرا انت ما اي شيء بتقراه انت، انتغلي عقلك ده في العلوم، انتغلي عقلك، والا ما كان في فائده للتخصصات. هسي الليلة شوف ناس اقتصاد زمان العلوم دي كان زول بيقرأ شنو حاجة عامة، صح؟ الآن الاقتصاد ذاته بيقى شنو؟ بيقى فيه تخصصات، المحاسبة بيقى فيها تخصصات، الهندسة فيها تخصصات، الكهرباء جوا فيها تخصصات، الميكانيكا جوا فيها تخصصات، النووية ذاتها فيها تخصصات، العلوم فيها تخصصات. ليه؟ لأنه انت ما بتقدر شنو يا أخواننا؟ ما بتقدر يعني عقلك ده ما بيحمل العلوم دي كلها يشيلها، ده من ناحية منطقية بس، من ناحية منطقية. فعشان كده انت ما تجي تدعو الناس لقرايتي حاجة، وما لقى الودة هو بيدعي انه فلوتر وما منتمي لحزب، عرفته؟ بيدعي صدقناك، لكن ما لقى من الافكار الا الماركسية، الا الماركسية انت، الا الماركسية خلاص. طيب هو قال لانه لقى الكلام ده عن والده، انا بديك كده يجيب الكتاب ده الكتاب بتاع منه ده، واحد جديد ده ما ياهو، مع انه ده برضه فيه باطل، في الاحمر الثاني زي ده، عرفتها؟ انا بدعوك انه اخونا ما تكون شنو؟ زي ربنا سبحانه وتعالى ذمهم، انا وجدنا منه اباءنا على امه وانا على اثارهم شنو؟ مهتدون. احنا انت قلت بتدعو للمعرفه، انت برضه قول لابوه، قول اصبر،
خلينا اعرف شويه واجيك راجع. زي الواد الجبيل ذاك مش قال ما تمارسوا الهراء. طيب كتاب احمر زي ده. ايوه طيب نوريك. وفي اضافه برضه لكلام شيخ مزمل قبل شويه صفحه 15. انت قال موضوعهم شنو؟ خلاصه موضوع صفحه 15. انت قلت الناس يدعوا ونحن وريناهم. انت عارف نحن اختصرنا على الناس الموضوع، بدل ما هم يمشوا وتاني ويقروا ويبدوا من البدايه، نحن جبنا لهم الخلاصات بس. زي ما بقولوا الشباب في الجامعه يا امتحانات اديناك شنو؟ طيب هنا البيان الشيوعي ده يا اخواننا ده اول وثيقه. اخونا ده شكله قال داير يستفيد لانه لقى والده، وبحسب ما لقى والده داير ينصح الطلبه كلهم. فنحن دايرين نصحح لك معلومات، ويعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يجعل يعني الهدايه في قلبك. طيب قال هنا ماركس وينجلز بيتكلموا في البيان الشيوعي ده اول وثيقه للشيوعيين في العالم. لو خشيت اي موقع بتاع نت بتلقى البيان الشيوعي قاعد. طيب قال وقد يقال إن الأفكار الدينية ده الناس ماركس وإنجلز قال والأخلاق والفلسفية والسياسية والحقوقية إلى آخره قد تعدلت بلا شك في مجرى التطور التاريخي، لكن الدين والأخلاق والفلسفة. وذات وصية ناس ماركس إنه ما تباري الفلسفة بالمناسبة. أنت عارف الماركسية ذاتها بتقول لك إنك ما تباري الفلسفة. طيب أسمع كلامه وأنا لو كذبت تعال صلحني. قال لكن الدين والأخلاق والفلسفة والسياسة والحقوق ظلت قائمة. هو بيرد على المزعم ده، بيقول في ناس قالوا الكلام ده صح والكلام ده غلط. قال هو بيقول انه غلط. قال ظلت قائمة وسط هذا التحول، وفوق ذلك هناك حقائق ثابتة مثل الحرية والعدالة هي واحدة في جميع الأوضاع المجتمعية. ها طيب الشيوعيين رأيهم شنو؟ قال والحال أن الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة الفلسفة والأخلاق والسياسة والدين. قال تلغي الأديان والأخلاق بدلاً من تجديد تشكيلهما. يعني أصلاً الشيوعيين بيعارضوا شنو؟ الفلسفة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال لك نحن بنلغي الحقائق الثابتة السماء شنو؟ الحرية والعدالة. يعني الشيوعي لما يجي يكورك معك حرية سلام وعدالة هو ما مؤمن بها، ده منافق والله يجد بيكورك ساكت. لكن هنا شيخه ذاته الأسس المذهب ده الماركسي ده بيقول لك انه دي شعارات فارغه نحن بنلغيها كلها. ده الكلام بتاع ماركس وانجلز عرفتها، وبيلغوا الدين. دي خلاصه كلامه. قال والحال ان الشيوعيه تلغي الحقائق الثابته، وذاته ده تناقض. هي حقائق تلغيها كيف؟ الشمس حاره كده الغيها ولا ما كده؟ النص البوين فايف ده نص الواحد، 2.5 بيساوي واحد كده الغيها. الشجرة دي خضرة ألغيها. الكهرباء بتقتل ألغيها عشان أوصلك فيها عرفتها؟ ألغيها ما دي حقائق ثابتة ألغيها. دي أهل علوم الضارة ذاتها ولا ما ياها؟ عشان تمشي تقرأ زي دي شريرة عرفتها؟ فنحن بندعو أخونا ده والله ما تقرأ. طيب دي خلاصتها، دي شيوعية وعندها كلام كثير نحن بس ما دارين كده. قال عشان أنا أعرف الإسلام الصح والكفر الصح. انت لو داير تعرف الكفر الصح عشان ترد عليه وتعلمت الاسلام الصح، تعلمت الاسلام الصح وبقى عندك المكنه والقدره انك ترد على الباطل صح. لكن انت ما تكون ما قريت الدين ولا قريت الاسلام، ولا الان انت في كلامك دعيت الشباب انه يقروا كتب. شنو يعني في الاسلام نقرا شنو؟ نقرا بتاع مين؟ مصطفى ده ولا اسمه بتاع الانفجار الكوني اسمه نو؟ ها هاي ده يقروا له شنو؟ ده نجري ساكت. بعدين الانفجار نفترض انه نحن دارين نسلم معاه الانفجار العظيم. الانفجار العظيم ده حصل بتين، والكان شايفه منه وصور وجابوا لنا في كتاب منه، والزمن ده كان في كتب، والكلام ده بيتعارض مع الشيوعيه، والمجتمع البداية ما كان عنده كتب واوراق. الكلام ده كلام فارغ. دي الفلسفه. شفت الكلام ما بخش العقل؟ دي اهل الفلسفه. قال اذا كان العلم الماركسي بكفرني امشي اقراه، والحديث بيقول اطلبوا العلم ولو في الصين. يا اخواننا اذا كان العلم الماركسي بكفرك ويوديك النار تمشي تقراه؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال على صحة الحديث، لما قال اطلبوا العلم ولو في الصين، قاصد العلوم دي اللي بتكفرك؟ يا اخي القرآن ربنا عز وجل قال
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تتعلم الخير ما تتعلم الشر. وانت عارف الدرب ده بوديك للهلاك تمشي تتعلم، عرفتها؟ فما بجوز لك انك تمشي تتعلم هذه العلوم الباطلة وانت مش انت بتعلم، انت شاكي فيها، تمشي تتعلم كيف؟ هون احنا ناس الدين ذاتهم، ناس الدين، ما بنقول لك اتعلم من اي زول، خليك مما تمشي لشيوعي. طيب قال الخطوات ضد العلمانية شنو؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. أنا حسيت من كلامه كأنه زيد داري له خطوات شنو؟ نغير باليد. نحن هسي شغالين دي خطوة، عرفتها؟ دي الخطوة الأولى، إنه نحن بنتكلم ونغير في المفاهيم في حربنا العلمانية، لكن أصلا ما بنمد يدينا على زول، عرفتها؟ ده المنهج الصحيح. اللي بيمدوا يدينهم ديل الجبهجية والعلمانيين والشيوعيين، لأن الشيوعيين بيؤمنوا بالإنقلابات والثورات. الفكرة الشيوعية قائمة على مبدأ دكتاتورية البروتاريا. قالوا البروتاريا دي الناس مهمش، الناس الفقراء والمهمشين التعبانين، حيقوموا يثوروا ضد البرجوازية، الناس اللي عندهم القروش، ويحصلوا لمرحلة من المجتمع اسمها دكتاتورية البروتاري بالرجال. عشان كده دائما أدبيات الشيوعيين الكلام بتاعهم كلام كله عنف. وبالمناسبة أول ناس جابوا الدبابين في الجامعات هم الشيوعيين، قبل الكيزان، قبل الكيزان ديل الشيوعيين. فطوم أحمد إبراهيم ولا اسمه منو ما بعرفه، أرجى الراجل في الحزب الشيوعي، كان بتقول حاسم حاسم يا أبو القاسم بالحسم الثوري يا أبو القاسم، ويقول لك يقول لك شنو؟ يقول لك بنسكب مطر الدم وتم تررم تررم، عرفته؟ وكلام كثير زي ده، كلام كله فيه شنو؟ كلام كله فيه عنف، فهمت؟ كلام شرير جدا، فهمت الحاصل؟ فديل فالناس ديل بيدعو للباطل ده، ديل الشيوعيين. فنحن أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم فهم الحديث الصحيح، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وده للإنسان الحاكم المسؤول. أنا ما مسؤول، ما بغير بيدي. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك شنو يا أخواننا؟ أضعف الإيمان. نحن بنتكلم بلساننا ده، مش هم قالوا حرية؟ نحن نشتغل لهم بالمبدأ بتاع الحرية حقهم ده، ودي الخطوة اللي بتأثر فوقهم، ما حق الكيزان. الكيزان اللي بيفسروا الدين على هواهم، لأنه جاب النقطة بتاعت الدين بتاع منه. إحنا برضو بنسأل الشيوعية حقت منه؟ حقت الخاتم عدلان ولا حقت الحاج وراك؟ قوة القوة شنو كده؟ ما عارف الحق الجديدة وقوة حق الحديثة، وده المرافي الشيوعين. يتخيل في واحد في الحلة حبوبتك بتحذر منه، قاعد له في لستك بتاع بنجو ومصايب، ده ذاته يقول لك شايف داك أوعى منه بتاع البنجو، ذاته يحذرك من واحد معقول داك يكون نافع؟ ديل ذاتهم القوة حق الحديثة والجديدة، ديل المرافيد بتاع الشيوعين. الشيوعين قالوا ديل ما نافعين، ديل تاني مفروض يجونا يا ناس. الشيوعي قال انت ما نافع، كويس؟ فياتو ياتو ياتو حزب شيوعي نمسك في العلمانية. العلمانية بتاعت الشيوعيين بمدارسهم بتاعت الاشتراكيين، وبيخشوا فيهم حزب البعث، وبيخش فوقهم الناصرين. العلمانية بتاعت الصادق المهدي اللي بيأيد فيها اتفاقية السيداو. العلمانية بتاعت الترابي. العلمانية بتاعت الحزب الاتحادي الديمقراطي، وياتو حزب الاتحاد الديمقراطي هيئات ولا مرجعيات؟ حزب الأمة القومي ولا جناح نهار ولا جناح مسار ولا حزب الأمة الفيدرالي ولا حزب الأمة القيادة العامة؟ هم قسمين، والمتحد والفيدرالي خمسة حزب أمة، زي ما قال دروب حزب الأمة قاعد جنب الدايات يوم يجيب لنا حزب جديد، فهمت الحاصل؟ نمسك يا توم. فأنت لما أنت تقول لي أنتم مفرقين لا خلينا، طيب أنتم مفرقين ما برضو تخلوها. أنا قصد العلمانيين، معليش أنت زول فلوتر، فهمت؟ العلمانيين ما يخلوها، لكن يا أخواننا الدين ما خلانا، لأنه زول ده داري يوصل لك فهم. حتى أنا الآن لو رديت وختمت الرد على كده وبكون متكيف جدا، عرفتها؟ لا الدين ما خلاك كده، ما خلاك لفلان أو لشيخ مزمل أو لابن باز، عرفتها؟ أو للجن الأفريقي اللي قالوا الود الأول ده، عرفتها؟ ولا خلاك لغيره، ما خلاك الدين، ما خلاك لبشر، عرفتها؟ الدين رجعك. ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. ربنا سبحانه وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آم... دي ستاندر، عرفتها؟
ده مقياس انت بتضبط به، عرفته؟ ربنا عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة إلا واحدة، قال 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 كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي أو من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نحن ذي مش بنجعجع ولع فينا البطارية دي، نحن على الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف، نحن معناه ماشيين صح. نحن وخالفناه نحن نمرق بر. الدين ما خلاك مزبزب. ربنا انت عارف العلماني ده قال شنو؟ ما قصدك انت. العلماني قال شنو؟ العلماني بيقول انه يا الله انت خلقتني ويا الله انت رزقتني ويا الله انت رزقتني البصر والسمع وجهزت لي الامور والدنيا وخلت لي فوق المصالح وكذا، لكن يا ربنا ما تتدخل لي في اموري انا وشؤوني. زي ما بيقولوا الشيوعيين الدين دين الباري وفوق الارض صراع الطبقة، عرفتها؟ يعني قالوا دارين يهرجلوا في الدنيا دي زي ما دارين. وانت التلاجة حقتك ولا المكيف النزمة، عرفتها؟ ما بتشغلوا الا بالتعليمات بتاعت الزول الصنعه. انت دار الدين، دار الدين تنجر فيه زي ما داير والدنيا دي تبقى زلقيب ساكت اي زول يلعب فوقها، عرفتها؟ ما في حاجة ما مضبوطة، ما في اي حاجة ما مضبوطة، عشان ما تقول لي الدين حق منه، عرفتها؟ وبعدين قال ما تكلمتوا عن الكيزان. أنا قلت لك الكيزان تكلمنا عنهم كثير، والكيزان وقت كان بيسمحوا للشيوعين في ميدان عقرب، وكانوا بيسمحوا للشيوعين هنا في الميدان بتاع المولد، وبيسمحوا لهم وين؟ والمراكز الثقافية بتاعت عبد الكريم مرغني وين وين شغالة؟ كان بيوقفونا نحن نمشي نقول لهم يا ناس صدقوا لنا خلونا نتكلم مع الشعب السوداني، بيوقفونا. الصوفية في البلد دي الداعم منه الكيزان، عشان كده المولد السنة دي فتران ذاته كان مع القفلة كده، عرفتها؟ ليه؟ لأنه الكيزان سقطوا. العلاقة بين الكيزان والصوفية علاقة شنو؟ طردية، عرفتها؟ إذا نقص الكيزان نقص الصوفية، وإذا زاد الكيزان زاد الصوفية، فهمت الحاصل؟ أنا إحنا الوحيدين يجي الشيوعي يردمنا، يجي الكوز يردمنا، يجي الصوفي يردمنا، نحن مسكينين مساكين تعبانين، عرفتها؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا ويمدنا بتوفيق من عنده. وما راجل لنا نصرة من ذل، والله ما راجل. السلفين ديل إذا صدقوا مع الله ومشوا عديل ربنا بينصرهم وربنا بينصر الدين ده. والسلف دي السلف دي ده تميز من الأحزاب الموجودة. نحن بنرجع الناس لفهم الصحابة. الدين ده عنده فهم. ما ممكن أنت الليلة لو قلت لي بأي فهم وكلنا مسلمين وخلينا قاعدين كده ويا أخواننا التعدد تمام ونشيله معانا، بيجيك الكوز يضربك بالسيخة. ما لك يا زول؟ قال الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يا زول لا يا ما فاهمه كده، يقول لك ما حريتي، ويجيك بتاع داعش يفجرك يقول لك الانفجار العظيم أنا جاي لا أصبر لها، فهمت؟ وجوطة كثيرة. عشان كده يا أخواننا الدين بيقول لك ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ولا نحن حزب، أخونا اللي قبل شوية جاوب عليه الشيخ مزمل، نحن ما حزب، ها؟ ولا نحن راجين زولجي يسجل معانا، نحن دارين دي رسالة، عرفتها؟ والرسالة أسمى وأعلى من الأحزاب. دي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، دارين أي طالب مسلم الكلام ده يكون أمانة في عنقه، امشي يبلغها للناس، وإنه يكون عزيز بدينه، أمشي أقرأ الجامعة دي، خش الاقتصاد، خش الهندسة، خش الطب، خش غيره، أقرأ، يتفوق، أمسك البلد أنت. نحن ما عندنا مشكلة، ولا نحن عندنا فوبيا إلا نحن نمسك البلد. نحن ما عندنا ما يافية ينكسر كراسية زي الأحزاب دي شغالة. نحن ما دارين ذات حكم ولا شايفين إنه ده تشريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة المرضعة وبئسة شنو؟ الفاطمة. نسأل الله إنه لا يشمت فينا الأعداء. تما شفت الكيزان بيقوا يتبكوا كيف؟ عوك عوك، لأنه قال لك نعمة المرضعة وبئسة شنو؟ الفاطمة، عرفتها؟ أنت شفت بيجاي أحزاب تانية عشان تصل لسلطة تكاتل وتكذب وتسوي وتفعل وتترك، لكن نحن أصلا ما عندنا شغلة بسلطة ولا ما سلطة. نحن دارين نوجه رسالة للمجتمع. نحن بنشوف إنه المجتمع ده إذا انصلح بينصلح الحاكم، المجتمع ده إذا انصلح بيمرق منه الإنسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. أنت أرجع للقرآن، أنت مش بتدعو للمعرفة، المعرفة القرآن وراك
إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض جنو كيف؟ عرفتها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى موضوع أعلمك به ولا كان في إنسان شهد. عشان كده الكفار لما قالوا إنه الملائكة بنات الله، شوف الرد، رد عقلي كيف، أي زول عنده عقل بيوافق على الرد ده، ورد قرآني. ربنا قال في الآية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، ربنا قال أشهدوا خلقهم، الكفار قالوا الملائكة إناث، ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم أشهدوا خلقهم. نحن بنقول الدكتور ده شهد خلق السماوات والأرض، عرفتها؟ فنحن القرآن يا أخواننا ما بنرجع للنظريات، لكن الشيوعيين والماركسيين النظرية دي دارين يصلوا بها لشنو؟ دارين يصلوا بها لأنه الكون ده ما عنده خالق، ودي من النظريات اللي بيحاولوا يجملوا بها المنهج الماركسي والمنهج الشيوعي الإلحادي الكفري عشان يمرق أكبر الدين، بيحاولوا يجيبوا لنا نظريات زي دي، الانفجار العظيم، وما عارف ليك نظرية بتاعت المجنون ده اسمه منهم داروين، عرفتها؟ واحد ناقشته أنا في جامعة السودان، جاء من الإسلامية، عرفتها؟ جاء من الإسلامية، خش السودان، أول مما خش الركن قال نحن جايين الجامعة دي عشان نبرطع، لأنه الجامعة دي شنو؟ كلها عزابة، الكديس بتلقاه ذكر، قال شنو؟ قال نحن جايين الجامعة دي عشان نبرطع، والله قال كده، قال أغنعني إنه الله فيه، قمت دخلت جوا قلت له طيب أنتوا عندكم نظرية داروين، وهذا اللي معانا دكتور الريان، لو في واحد دار نقاش برضو في الموضوع الطبي بخش معاك سيتوبلازم وكده والنواة والموضوع الطويل ذاك، فهمت؟ وداير باثولوجي وشنو كده وجغمولوجي كله بخش معاك، فهمت؟ فسألته قلت له أنت بتقول النظرية بتاعت داروين إنه أصل الإنسان كان خلية أولية في مستنقع قزح، يا أخواننا صح الكلام ده فيه ضحك، الكلام ده صح فيه ضحك، لكن الكلام ده كلام بتاع علم، أنا بجيب لك كلام الزول وبجيب لك النظرية بتاعته والمشكلة العلمية اللي فيها شنو؟ تتعنى غشني كون الناس ضحكوا ولا ما ضحكوا، ده ما تأثر الإنسان وتعاطيه مع القول اللي بيقوله، ده يدل على إنسان إنه عنده شفافية وعنده حساسات إلى آخر، فما ما تحجر على الناس إنه يضحكوا، عشان بعدين يجيك واحد ضحكتوا الناس، ومن ضحكوا ما ستة مزعلنا لك كم شهر، المهم خلينا أصبر، جايين كان إحنا، فهمت؟ فهنا قلنا له طيب الخلية الأولية دي جات من وين؟ قام قال لي كانت في مستنقع، قلت له والمستنقع ده كان قاعد وين؟ جاء من وين؟ ما أنت قلت أصلا الكون ده ما كان شيء ذاته، أصلا ما كان شيء. قال جات من نظرية شنو؟ الانفجار العظيم. طيب الانفجار العظيم مش في بيئة بتاعت انفجار، في مواد متفجرة وفي وسط يحصل فيه الانفجار وفي نبضة بلس بتاعت انفجار، هذه حصلت كيف؟ سؤال. عشان كده يا أخواننا شوف القاعدة حتى الفلسفة ذاته بيقول لك إنه المنتظم لا يأتي بالصدفة، ما ممكن يا أخواننا الشمس دي يوميا الشرق بيوين بيجاي، مش تمرق بيجاي وتغرب بيجاي بالصدفة، بس يوميا شجر النيم ده ما حصل جاب له جواف يوميا، عرفتها؟ يوميا البحر المالح ما بيقى عزب يوميا انت بتزرع بتخد تراب بتاع دخن ما حصل مرق لنا منقة يوميا الضنايا ما جابت لنا حمار يوميا شركة تايوتا ما جابت مرسيدس يوميا، كيف يكون يعني صدفة؟ عرفتها؟ أسي لو جاء واحد جاء قال لك المايك ده جاء هنا صدفة، السيليك ده هنا والبولي شنو هنا ما عارف جاني تلمن والسماعة دي جات برا بتصدي؟ يقول لك يا أخي معقولة يا أخي احنا في جامعة يا معقولة؟ هاو طيب انت بتقول الكون ده كله تخيل النجوم يا أخي، النجوم دي شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ناس بيهتدوا بها في الصحاري يقول لك باري النجم الفلاني انت ماشي كده هاي حصل، تخيل النجوم دي كانت بالصدفة بس يعني صدفة كده صدفت وتاني ما صدفت، انت بتكون ماشي الخرطوم وانت بتكون في بوركينا فاسو يا ناس، الكون ده بنظامه البديع الواطة دي بتهبشة بتعرف دي انه سافنا ودي فيها تحت موية حلوة وموية مرة وبتعرف انه تحت في ذهب وفي يورانيوم وبتعرف ودي بتتبني عليها علوم وبتتبني عليها مسائل كثيرة، فدي نظرية بليدة، انا بفتكر وارى واعتقد وأتصور إنه دي نظرية بليدة بس الانفجار العظيم وكلام فلسفي ذاته وكلام ما عنده علم، شوف التاريخ ده تاريخ واحد ما شهده ما تجي تنجر لنا ساكن، عرفتها؟ شيخ مزمل عندك زيادة؟ فرصة مفتوحة.